القمة العربية 25 التي تستضيفها دولة الكويت في 25 من الشهر الجاري تكتسب أهمية كبيرة لدورها في تعزيز العمل العربي المشترك وحرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على تفعيل التعاون العربي والانطلاق بآفاقه نحو كل ما يخدم قضايا الأمة العربية ويحقق المصالح المشتركة. في 25 من الشهر الجاري تتجه أنظار العالم العربي لدولة الكويت التي تستضيف القمة العربية في دورتها 25. ونظرا للظروف الصعبة المحيطة في المنطقة تأتي أهمية القمة الحالية والتي لها وضع مختلف عن سائر القمم الأخرى السابقة، فهي تنعقد ضمن سياق تحولات وظروف دقيقة وتغيرات اجتماعية وسياسية في المنطقة تستوجب مواصلة العمل وتكثيف الجهود لمواجهتها وتجنيب الدول العربية تبعاتها. وبانتظار ما ستؤول إليه القمة، فإنه يجب القول بأن المرحلة المقبلة عليها أن تعمل على تحقيق المزيد من المكتسبات للعالم العربي في مختلف المجالات ومواجهة التحديات العديدة التي تشهدها المنطقة. وفي ظل هذه الظروف الإقليمية البالغة التشابك والتعقيد في المنطقة العربية، فإنه لا شك بأن حنكة وحكمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ستؤدي إلى نجاح القمة على أعلى المستويات وتجاوز الأزمات التي تعصف بالمنطقة، بل ستكون قمة المصالحة، حيث عرف عن دولة الكويت بأنه بلد توافقي في سياساته مع جميع الدول. ينعقد اجتماعنا اليوم في ظل تطورات ومتغيرات حصفت بعملنا العربي المشترك وأخلت بأولوياته وشلت قدرتنا على تحقيق إنجازات ملموسة في إطار هذا العمل في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى الدفع بعملنا المشترك والإنجاز في إطاره بما يحقق آمال وطموح شعوب أمتنا العربية. وما يدعو إلى التفاؤل في هذا السياق أن نهجنا في السنوات القليلة الماضية والمتمثل في عقد قمم نوعية كالقمة الاقتصادية والتنموية على مدى دورات ثلاث حققتها من خلالها إنجازات أضافت إلى عملنا العربي المشترك حيوية وقفزات مهمة، مما يدعونا إلى المضي في هذا النهج والتفكير جديا في عقد قمة من نوعية أخرى لمجالات عملنا العربي المشترك. فالقمة وبانعقادها بهذا التوقيت وبرئاسة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ستخرج بقرارات تصب في الصالح العام العربي، لطالما كان رعاه الله سياسيا خبيرا يطرح مبادرات التي تعكس سياسة دولة الكويت تجاه دول المنطقة وترسيخ دورها الفعال على مستوى العالم أجمع. لقاء القادة والرؤساء العرب الذي يمثل الوقود لتجاوز كل المطبات والألغام السياسية التي تبرز في المنطقة برئاسة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر.